عمليات جديدة ترفع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق، فبالإضافة إلى عملية الطعن التي يتعرض لها المحتجون في الساحات، هذا بالإضافة إلى عمليات الخطف والاعتقال ومن ثم التصفية تقوم بها أياد خفية غايتها إشاعة الرعب في قلوب المطالبين بالحقوق، آخرها اختطاف ناشطين في بغداد. المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية عبروا عن قلقهم إزاء خطف الناشطين من قبل مجهولين في منطقة الكاظمية، مؤكدين أن دورهم التوعوي في الإبقاء على سلمية التظاهرات. بما يخص الأصدقاء الناشطين عمر وسلمان، احنا قلقين عليهم كل الأصدقاء والعائلة، يعني ذويهم كلش قلقين عليهم. احنا ناشد بس بسلامتهم من يوم الأربعاء، يوم ساعة حدود 10:30 هم كانوا منطقة الكاظمية، يعني طبيعي كأي مواطن عراقي. فقدنا الاتصال بهم، حاولنا نتصل بهم أكثر، حاولنا نستنجد قواتنا الأمنية بجهات أخرى، بس احنا اللي نريده نستعلم عن سلامتهم، هذا كل اللي هامنا. ذو المختطفين تساءلوا عن سبب اختطاف أبنائهم، مطالبين بالإفراج عنهم وإعادتهم سالمين. احنا اليوم نطالب بإفراج عن عمر أخويا. عمر أخويا شاب، يعني هو يوعي الناس على المظاهرات السلمية. يعني احنا من بدايتها لحد اليوم نحكي ويا العالم، نحكي ويا الناس، يا بالمظاهرات السلمية احنا نثقف بهم، احنا يعني نوعي بالعالم. يعني عمر ليش هيك؟ وسلمان، يعني احنا ما اعرف شو اقول لك، والله من يومها ما نايمين، والله العظيم نوم ماكو، انسلبت راحتنا عالم، يعني ما ادري شو اقول لك، والله ما ادري شو اقول لك. نطالب بالافراج عنهم باسرع وقت نطالب بالافراج عنهم. وللوتيرة السريعة للأحداث، دعت الأمم المتحدة إلى توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين السلميين في العراق، محذرة من أن العنف المنبثق عن الولاء للخارج الذي قد يضع العراق في مسار خطير.